يا رب. اللهم امين. اللهم يا من تعلم بحالنا وقد حرمنا زيارة البيت والوقوف على أرض عرفات حيث اللقاء الذي تحفه الأنوار الصمدية، حيث القلوب الخاشعة التي تجأر بالتكبير، ورب رحيم يقبل التوبة عن عباده. اللهم ارزقنا ثواب الحضور، اللهم لا تحرمنا المغفرة والقبول. اللهم ارزقنا ميلادا جديدا تؤرخ من حينه الأعمار وتسجل من ساعته الأعمال. اللهم رقنا، اللهم رقنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم رقنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم ارفع عنا ما أهمنا وحرمنا. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء ولا يقدر على ذلك إلا أنت. اللهم يا من تحل بذكره عقد الشدائد انظرنا. اللهم يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد انظرنا. اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد انظرنا. اللهم فرج بحولك وقوتك ما نحن فيه يا من له حسن العوائد. اللهم اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد. اللهم يا سابل الستر، اللهم يا سابل الستر عند إحاطة البلاء، ويا منزل الفرج من علياء السماء، ارفع عنا ما حل بنا من وباء وبلاء. اللهم بحق هذا اليوم المشهود لا طاقة لنا ولا قوة على البلاء، فتلطف بنا، تلطف بنا يا ربنا عند نزول القضاء. اللهم احتمينا بعفوك وكرمك أعواما عديدة، فلا تأخذنا يا ربنا بأعمالنا بغتة، وارزقنا البصيرة والحكمة. اللهم بحق قولك ليس لها من دون الله كاشفة، اكشف عنا ما أضرنا يا عالم كل خفية. اللهم أغثنا من عضال الداء، اللهم أغثنا من عضال الداء. اللهم إنا ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وقلت حيلته، فتلطف بنا. اللهم ثبت رجاءك في قلوبنا، اللهم ثبت رجاءك في قلوبنا واقطعه عمن سواك. اللهم نسألك فرجا 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 قريبا. اللهم في هذه الليلة المباركة استودعتك مصر وأهل مصر وجند مصر ونيل مصر. اللهم في يوم عرفة وقد حرمنا المشهد العظيم، نرجوك ونتوسل إليك أن ترحم مصر وأهل مصر. أرجوك ونتوسل إليك أن تجري نهر النيل إلى مصر كما أنت فاعل دائما. اللهم إنا نرجوك أن تتقبل دعاءنا ورجاءنا، وقد وقفنا على أعتابك مسبحين، وقفنا على أعتابك مستغفرين، ذاكرين، ساجدين، حامدين، شاكرين، مخبتين، خاشعين، مكبرين. فاكتب لنا يا الله في هذا اليوم المبارك المغفرة والقبول، واجعل لنا يا الله في هذا اليوم دعوة لا ترد. اللهم ارزقنا لقاءك وأنت راض عنا. اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم تقبل عملنا.
اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم اكتب لنا في كل عناء وشقاء ومرض كفارة لذنوبنا. اللهم احشرنا مع كل نفس راضية مرضية مطمئنة. اللهم ادخلنا في عبادك الصالحين. اللهم اسقنا من حوض نبيك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن بنيت لهم بيتا في الجنة وسقيتهم من شراب الجنة وأطعمتهم من طعام الجنة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. وصلي وسلم على سيدي وحبيبي الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى الصراط المستقيم، سيدي وحبيبي محمد المعلم الهادي البشير، صل اللهم وسلم عليه وعلى آله أجمعين. يا رب العالمين، اللهم اكتبنا من الناجين في هذا اليوم، اللهم اكتبنا من الرابحين في هذا اليوم يا رب العالمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. يا رب تقبل. بشكرك يا ست الكل يا حبيبتي، ربنا يبارك لك يا رب.